الزائر لمدينة قسنطينة قد لا يدرك نكهة تعدد جسورها التي تحلق في الهواء ما بين ضفتي وادي الرمال. هنا تروى قصص وتاريخ مدينة من عهد الرومان إلى عهد الاستعمار، قبل أن يطل عملاق جسورها في السنوات الأخيرة ليأخذ الألباب ويأسرها. جسر صالح باي زاد جمال طبعا لمدينة قسنطينة على الجمال اللي كان من قديم، يعني لا ناتير سوفاج كي فيان دو ساجوتي لو بون القديم. القيمة تاعو لأن راهو ربط الجهتين تاع قسنطينة، جهتين كانوا بكري على بالك باش يروحوا للدفة الأخرى لازم يهبطوا على بارو يطلعوا يعني بعيدة بزاف. ناس الذكر والفهامة. جسر سيدي راشد الذي يرتفع فوق وادي الرمال ب105 مترا يعتبر أيضا أطول جسر حجري في العالم، فهو فريد من نوعه بمناظره البانورامية. فقد كان وما زال ملهما للشعراء والفنانين قبل أن يظهر الجسر العملاق الساحر. جسر سيدي راشد اللي مخدوم بالحجرة، يعني سي لو بليو بون دي موند كونستروي اون بيير دو تاي، دونك سي لو بليو موند اون بيير دو تاي. وفي هذه الاونه الاخيره نفتخروا بمولود جديد اللي هو ان بون كونستروي اون افيك لي كابل تريكونترا. فلجسر سيدي راشد المنسوب اسمه لولي صالح نكهة خاصة، بالرغم من تشييد جسر صالح باي المعروف بالجسر العملاق الذي يجاوره مكانا وبهندسة معاصرة، إلا أن جسر سيدي راشد ما زال يجلب السياح. هي جسور تم إنجازها لأجل إيصال الضفتين ببعضهما البعض، فجاء الجسر العملاق ليمد يده لجسر سيدي راشد وليتنافس الجسران.